السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم محبي قناة أم بلال البورسعيدية. دلع كرشك دلعي نفسك، صباح سعيد، يوم جديد على عيوني وعلى عيونكم. والنهاردة هعمل لكم وصفة كباب الحلة بطريقة سهلة وبسيطة، بالطريقة الصحية بتاعته، الطريقة اللي احنا متعودين عليها، المفروض نعملها بيها بدون أي إضافات. أرجو لو عجبتكم الوصفة نعمل إعجاب للقناة ونشارك فيها ونفعل الجرس. أول حاجة بعملها بشتري اللحمة زي ما أنت شايفة كده، وبحاول أخليه يجيب لي كده فيها حتة ملبسة شوية عشان لما تتشوح مع البصلاية. تابعوني. أول حاجة اللي بعملها لازم إن أنا أقطع اللحمة قطع صغيرة زي اللي أنت شايفاها كده اهوت. ليه بقى؟ عشان تقدر تستوي بسرعة، وفي نفس الوقت تقدري تاكليها لو هتاكليها بالمعلقه على طول تحطها في بقك، لو هتاكليها بالعيش على طول ما تتعبكيش وتقعدي تقطعي فيها زي ما انت شايفيني كده. القطعه الصغيره ديت هتنفعنا خالص، يعني مش تصغريها او هي قطع كده، تمام. هبتدي اقطع اللحمه بتاعتي كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت وارجع لكم. تابعوني. زي ما انت شايفين كده خلصت تقطيع، قطعتها قطع صغيره زي ما انت شايفه كده اهوت، تمام. بعد كده ابتدي ان انا اروح اشطفها واصفيها واقول لكم هنعمل ايه. تابعوني. وادي اللحمه بتاعتي بعد ما اتغسلت، ابتدي اروح على النار. هبتدي اروح على الحله بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، تمام. ابتدي احط سمنه، انا من عشاق قوي السمنه البلدي في الحاجات دي، تمام. نبتدي نحط 3 فصوص مستكة و3 فصوص حبهان بردك، تمام. هبتدي انزل في النار بتاعتي باللحمه، ويا ريت ما اقلبهاش، اسيبها تلزق في الحله براحتها من تحت، وبعد كده ابتدي اقلبها تكون شدت شويه، تمام. استنى شويه لما تشد دقيقه بس واحده، ابتدي اجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت. اسيبها تشد، ما يهمنيش، اسيبها تشد مع السمنه، تمام. سيبها تشد كده، طبعا بفضل اقلب فيها كده اهو لحد ما كلها الحمار اللي فيها يروح، تمام. طبعا في معلومه عايزه اعرفها لك، البصله بتاعت الكباب الحله مش هنزل بيها دلوقتي خالص. ليه؟ لان البصله لما بحطها مع اللحمة عشان تتسوى، البصلة بتدوب قبل اللحمة، فبتبقى مية في الحلة، فما بتحسيش بطعمها ولا بتحس بطعم كباب الحلة، وكباب الحلة بتاعنا أساسه البصل. فهنسيب المية اللي نزلت من اللحمة زي ما انت شايفة كده، زي ما انت شايفة كده المية اللي نزلت من اللحمة بتاعتي دي، هبتدي اللي أنا أسيبها هي اللي تشرب. اول ما تشرب اللحمه بيها هبتدي انزل بالبصل بتاعي بالكميه اللي انا عايزاه، سواء بصلتين 3 كبار حسب ما انت تحبي. فانا دلوقتي هبتدي اغطي الحله بتاعتي واسيبهم يتسووا في بعض. هبتدي اسيبها زي ما انت كده تبلي، الميه بتاعتها تشرب فيها، وابتدي اغطي الحله واقطع البصله. زي ما انتوا شايفين كده جبت 3 بصلات كبار حلوين، هبتدي اقطعهم، انضفهم واقطعهم، واقطعهم ترانشات كبيره، ما اقطعهمش قطع صغيره، لان لو قطعتهم قطع صغيره هيدوبوا بسرعه ومش هتلاقي البصل في اللحمه بتاعتنا. فنكبر البصلايه حبه عشان لما تيجي تحطيها وتبتدي تدوب تبقى لسه البصله موجوده، تمام. تابعوني. ادي البصله بتاعتي غسلتها وقطعتها شرايح كبيره زي ما انت شايفه كده اهوت عشان ما تدوبش قبل اللحمه. وهوريكي، بس احنا ندي للحمه غلوه. اول ما ندي لها الغلوه نبتدي نحط البصله عشان ما تدوبش. انا ممكن احط البصله مع اللحمه، بس صدقوني هتفرق في الطعم. جربي تحطي البصله مع اللحمه، وجربي تحطي البصله بعد ما اللحمه تاخد غلوه، هتشوفي الفرق في الطعم مختلف خالص، مختلف خالص. فيا ريت تعملي التريك ده اهي. تابعوني.
دلوقتي هبتدي اروح للحله بتاعتي. طبعا اللحمه بتاعتي كده اخدت لها غلوه تمام. هبتدي انزل بالبصلايه اللي انا حطيتها واسيب البصله كده على الوش زي ما انتوا شايفين. بالله عليكم اعملوا زي ما انا بعمل كده. هبتدي انزل بمعلقه ملح، لو عايزه تكتري ده بردك حسب اختيارك، فلفل اسمر، هي ما بتحتاجش اكتر من كده، اوعي تحط لها اي حاجه تانية عشان تغير طعمها. هبتدي اوطي عليها النار وما اقلبهاش، اوطي عليها النار واغطي الحله وما اقلبهاش، اسيبها لمده ساعه على النار زي ما هي كده، وابتدي افتح عليها اقلبها. يا ريت ما نقلبش البصله عشان البصله ما تتهراش، هتبتدي البصله تنزل ميتها على اللحمه، تقوم تنزل الصوص بتاعها على اللحمه والبصله ما تتهراش. نقلبهم مع بعض هتدي طعم رائع، غير لما انت تعملي البصله صغنونه بتبقى ميه، وغير لما بتحط البصله في الاول بردك مش هتحس بطعمها. تابعوني بعد ما تخلص. بعد تمام ساعه بالظبط بدات افتح عليها، شايفه البصله بدات تهبط وهي بحالها واللحمه من تحت بتستوي. هبتدي بقى اقلبها بسم الله. شايفه بقى، شايفه بسم الله ما شاء الله، شايفه اللحمه متكرمله ازاي من تحت بالميه بتاعه البصل. ابتدي اقلبها كده اهوت في بعض تمام، واسيبها لمده 10 دقايق وبعد كده اطفي عليها النار. بعد ما سيبناها ال10 دقايق بقى نفتح عليها، شايفه بقى البصله باللحمه، شايفه اتكرملت ازاي وبقت جميله. وبكده يكون كباب الحله بتاعنا خلص. شايفه، شايفه، وشايفه اللون بتاعه متكرمل ازاي. يا ريت تعملها زي ما انا عملتها كده، وارجو لو عجبتك الوصفه نعمل اعجاب للقناه ونشارك فيها ونفعل الجرس، وانتظروني في كل جديد في قناتي وقناتكم وقناتنا كلنا. ام بلال البورسعيديه، دلع كرشك دلع نفسك.